السلام عليكم. ناس الله وبركاته، معكم سهيل قناة سهيل بن حمادي. اليوم سوف نريكم كيف صدع صورة مصغرة أو صدع صورة المقطع على الفيديو الخاص بك. سوف نشرح هذا المقطع لكي يكون أسهل. وهذا المقطع لا يستخدم أي تطبيق، يستخدم تطبيق مهم جدا وهو استوديو يوتيوب. نذهب إلى جوجل بلاي، نكتب تي ستوديو، وها هو، يجب علينا تحميله. بدأت التحميل، نضغط على أوفريخ. وهذه هي طريقة سهلة لكي تعرف هذه هي الفيديوهات التي أنسبتها. يمكنكم تغيير الصورة بالضغط على هذا القلم الذي في الفوق. تضغطون على القلم ويكون لبعض ألا تشغل لهم زائد صورة مصغرة، تحضير صورة مصغرة ثانية. يجب هنا ثلاث خيارات ويمكنك الاختيار منها، ولكن هناك آخرون لا تشتغل معهم هذه، ولذا سوف أريكم كيفية كلا يمكن كي سوف أحاول. ستضغطون على هذه ولا تريد أن تشتغل معكم، تأتيكم مزيد من المعلومات، تضغطون عليها وتخرج إليكم فيديو وبعض الكتابات. بعض الكتابات تذهبون إلى آخر الكتابة وتضغطون على تحضير حساب، وتضغطون إلى تحضير حساب تختارون أين سوف يوصل إليكم الكود الذي سوف يكون لديه ستة أرقام. وعندما يصلكم أدخلوها في خانة الرمز وسوف تشتغل معكم كما هي الآن. وإذا أردتم أن تضعوا صورة مصغرة، يجب عليكم تحميل تطبيق، وهذا التطبيق اسمه بيكسل لاب. هيا نبحث عنه في جوجل بلاي. لقد غالي سوف أضغط. ها هو بدأ تنزيل. أخطأ كما يكون الأشخاص أوفريخ. إذا أردتم أن تزيد الصور، تضغطون على ديوغالي. وتقومون باختيار أي صورة، أنا سوف أختار هذه، وتختارون الوضع الصحيح على الصح، ثم تذهبون إلى هذه المنطقة، تهبطون إلى هذه المنطقة، وإذا أردتم تحديد النص، نضغط على تكس، نضغط عليه ثلاثة مرات ونكتب ماذا سنرى، مثل وصلت أولا. إذا أردتم تغيير الخط أو أي شيء، تضغطون على أ وتبحثون عن هذا تكبير الخط وهذه الألوان. لو أردتم كولور، قلنا هي مدة السطر. إذا أردتم
هنا يتخسرون مع كيفية مع بس السطر فوق السطر الغليظ. هنا خط المحيط. هنا تخسرون دون تكبير وأنتو صغيرون. هنا خسرنا مدة كيفية وهنا ثلاثية الأبعاد. نرسم ثلاثية الأبعاد هكذا وهكذا. إذا أردنا أن تبعدهم فأبعدوا. عندما تضعون هذه يجب عليكم تحميل تطبيق اسمه حد الخلفية. ها هو التطبيق، هو منزل. نضغط على أوفر ونختار لود الفوتو. نختار كما قلنا. ولقد دخلنا. وإذا أردتم أن تمسحوا خلفية أي شيء فاضغطون على هذه. هنا تصغير إذا أردتم كتابة مسح شيء صغير. إذا تكبروها أصبح أقل. إذا أردتم مسح هذه الخفية تضغطون على هذه ثم تمسح. مع السلامة، ألقاكم في فيديو جاي وإلى اللقاء. قبل أن نذهب لا تنسوا الضغط على اللايك وشاركوا في القناة ليصلكم كل جديد.